وكيل معمرها تنسى ليا في حياتي داك الوكيل. قلت ليه ساعدت الوكيل راه صيفطوني عندك وهدي وانا مخلوعه وخايفه منه، ويقول لي قال لي شنو المشكل قلت راه تعرضت لاغتصاب. تلقيت راسي قدام واحد المصيبه اللي غرقت فيها، تعرضت لاغتصاب. شويه ناض بدا كيقطع ليا في حوايجي وكيلوح. انا واحد الانسان اللي مني حلات عينيها وهي عايشه في العذاب. صباح نط قسما بالله انا ما كنقدرش نمشي على رجليا، كثرت داك الاعتداء رجليا ما كنقدرش نمشي عليهم. جيه في الليل كنلقاه سكران هو واحد خيتي في الدار. يعني هاد الشيء راه طرا في ظرف شهر. كنتي بنت وليتي امراه وليتي في الحبس وجنايات. جاني انهيار عصبي وبقيت كنغوت ودرت زيف وتعلقت في الشرجم لدرجه بقاو كيقولوا لي عندك دري صغير عندك دري صغير. حليت القادوس ولحت فيه الدري الصغير. دري اللي وليتي لحشي في قادوس شحال عنده تقريبا من عام؟ كان عنده ديك الساعه يلاه شي عام. شنو قادوس لحشي؟ السنقاو قادوس ديالنا ديال الحبس. لحتو قلت لهم يلا هو ها هو الدري ها هو لحتو واعطيوني الدواء راني تسطيت ما بقيتش هزوه خطفوه. متبقى قناة مغارب نيوز، اهلا وسهلا بكم. اليوم كنتواجدوا في المنزل ديال حسنة اللي قصة ديالها قصة مأساوية قصة مؤلمة. حسنا مرحبا بك لقناة مغارب نيوز. اول حاجة لانك عانيتي من بزاف ديال المراحل اللي من بينها الاغتصاب اللي من بينها السجن، وكما كنقولوا باش كملات الباقية تعرضتي لعملية نصب. اختي خاصنا كيفاش دازت كما كنقولوا كيفاش قضيتي هذه الحياة التعيسة اللي عشتي بها كما قلتي؟ ما عرفتش اخويا كيفاش غادي نبدا لك. انا واحد الانسان اللي مني حلات عينيها وهي عايشه في العذاب، واحد الانسان اللي مني حلات عينيها وهي كتبكي. ما عرفتش كيفاش غادي نوصل لك. انا واحد الانسان اللي نصبوا عليا عائلتي، خدمت عندهم مده 5 سنين وانا دريه صغيره، وضحكوا عليا وقالت لي انا غادي نعطيك فلوسك غير ديري غير لاكارد ديالك. وهادي نهار اللي وصلت لاج ديال لاكارد ضيعتني في ديك 5 سنين كامله وما عطاتني حتى شي حاجه، وعاودت وقفت على رجلي ومشيت بديت كنخدم، تعلمت الصنعه وبديت كنخدم في الخياطه وداكشي. ولكن عاود تعرضت ثاني لمصيبه اكبر من داكشي، هي تعرضت للاغتصاب. شحال نوضحوا الامور حسنا؟ دابا انت صيفطوك العائله ديالك من مدينه برشيد لمدينه الدار البيضاء. مشى الله تخدمي وتصرفي عليهم كما كنقولوا، عاوني الدار. خدمتي عند العائله ديالك اللي خدمتي زعما باق مكملاش سن الرشد 18 عام. اذا هما بعدا استغلوا قاصر بعدا اول حاجه وخدموك وما خلصوكش. كنت باقا قاصر. هما خلصونيش وما بغاتش تعطيني. هي تعمدات قالت لي لا ما نعطكش. من بين الحيل زعما اللي قالت لك كما قلتي لي في الكواليس انها قالت لك سيري شدي لي لاكارت وجي نخلص. والنهار اللي صوبت لاكارت مشيت عندها بواحد الفرحه، فرحانه انني لان مجموع لك واحد 5 سنين واخا غير 500 درهم للشهر بعدا غادي تديري بها شي حاجه. قالت لي لا. قلت لها دعيتك الله؟ هي تقول لي غير دعيني الله، ولكن انا خويا راه ما نسمحش لها حتى لعند الله. مع العلم انها من العائله ديالك. مع العلم انها من العائله ديالي. من العائله ديالي، ومع العلم انني انا ديك السيده درت فيها واحد الخير كبير، لان كانوا عندها 3 الاولاد توام، انا اللي ربيتهم لها، انا اللي ربيت لها دوك الاولاد. وانا في داك البيت ديالها هي كنت غنتعرض للاغتصاب 3 المرات. علاش شكون بغى يمارس؟ من الزوج ديالها، ومره من خوتها كانوا تيجيو سكرانين حتى وليت كنسد عليا الباب وكندير البلاكارات على الباب. وعاد الاعتداء والضرب اللي كنت كنتعرض ليه عندها، وهذاك الشيء كله اثر عليا بزاف. ومؤخرا داك الشيء اثر عليا واثر على الصحه ديالي وعلى النفسيه ديالي. هذيك السيده واحد الانسانه طاغيه بزاف، طاغيه بزاف. ما نسمحش لها تن عند الله. ما عمرني غنسمح لديك السيده حتى عند الله. وداك الرزق ديالي عند الله غادي ناخذه. انا خليت ديك السيده ومشيت خدمت، قلت صافي انا تعلمت الصنعه وغادي نهز راسي. وبديت كنصيفط الوالده شويه وصافي، قلت الحمد لله ربي غيعوض ليا بالخير. ولكن المصيبه اللي جاتني هي الاغتصاب. ان واحد
الدرية بخير، خرجت من داك العذاب ديال ديك العائلة وديك العصا وداك التعدو وداك الظلم، تلقيت راسي قدام واحد المصيبة اللي غرقت فيها، تعرضت للاغتصاب والوعرة هي ما تخدش لي حقي. كيفاش باش نحاول نوضحوا الرأي العام؟ كيفاش الانسان معرضة للاغتصاب وغدا الكوميسارية كتقول لي ما سيدي انا راني تعرضت للاغتصاب، واحد السيد راه اغتصبني، وشنو دار ليا وشنو دار ليا، ها فين كاين وها فين كاين. حسنا باش نحاول نوضحوا الرأي العام اكثر، كيفاش تعرضتي لعملية الاغتصاب؟ كيفاش شنو زعما الاسباب؟ كنت كريت عند واحد السيدة، وهذيك السيدة قالت لي غادي ناخذك لخوك، ناخذك لخويا، الخوها هي. وانا مني شفت داك السيد خوها ما عجبنيش، لان واحد السيد اللي هو مدوز السجن شحال من مره وكبير عليا بزاف وما بغيتوش، فقالت لي غادي تطلعي تسخري لي عند الوالده ديالي الكاريان، واخا انا ما عمرني هذيك اول مره دخلت الكاريان. مني طلعت الكاريان نتسخر، قالت لي مني تمشي تسخري عند الوالده قولي لخويا معاك يجيب لي 1000 درهم ديالي اللي كنت سالو بحال هكا بهذه الطريقه. كنتي انت اخويا راه قالت لك اختك جيب لها 1000 درهم، قال لي بركي بلاتي شويه وانا نهبطك راه الكاريان خايب الليل. ومني جلس نتسنى باش يهبطني، ما عرفتش كيفاش غنوصف لك داك الشيء. جلس نتسنى باش يهبطني، جالس شاد داك الموس كيقصص به شويه ناض، بدا كيقطع ليا في حوايجي وكيلوح، كيقطع ليا في حوايجي وكيلوح وكيضرب فيا وكيقول لي سكتي مي الفوق في السده كتسمع ما تهضريش. هذيك الليله ما نبغي حتى شي واحد، وداك العذاب ما نبغيش لشي وحده يوقع لها في حياتها. وسكت ما قدرتش نهضر، خفت ما خديتش نغوت. هذيك الليله بت جالسه وكنت رعد الليل كامل وانا كنت رعد، وفي الصباح نط ما خلانيش نمشي، وفي الصباح نط قسما بالله انا ما كنقدرش نمشي على رجليا، كثر داك الاعتداء رجليا ما كنقدرش نمشي عليهم. غدا وكنشد في الحيط في الجناب ديال الحيط، توصلت للكوميساريه. ملي مشيت عندهم قالوا لي لا غتمشي تجيبي لنا تقرير من عند الطبيب انك تعرضتي البارح للاغتصاب. ماشي مشكل، مشيت عند الطبيبه دوزت وداكشي، قالت عطاتني داكشي ديتو، قال لي لا خصنا حنا داكشي ديال المخزن. ومشيت لمحمد الخامس وديت لهم داكشي ديال المخزن، وما خداوش ليا خويا حقي، واخا داكشي ديال المخزن عمروا ليا الدوسي وصيفطوني اخويا، صيفطوني لعند الوكيل. قالوا لي هادشي الدوسي غتمشي دفعيه عند الوكيل في المحكمه. مشيت لعند الوكيل، انا هذاك السيد كنت باغاه يمشي للحبس، انا هذاك السيد كنت باغاه يمشي للحبس باي طريقه يمشي للحبس. ملي مشيت عند الوكيل ما عمرها تنسى ليا في حياتي داك الوكيل، قلت ليه سعادة الوكيل راه صيفطوني عندك، وهاد ما عنديش ديك الجرأة باش نقتلو. صافي مشيت ديك العشية، مشيت خدمت، جية في الليل كنلقاه سكران هو واحد خيتي في الدار سكرانين، وانا ما دويت ما والو، وراه ربي شاهد عليا. طلعت للسدة، كانت عندنا السدة في البراكة، طلعت لديك السدة. مني طلعت ليها طلع بدا كيضربني، طلع تبعني في ديك السدة وبدا كيضربني. قال لي علاش طالعه بالجهد كدردكي. حسنا باش نوضحوا الراي العام اكثر في الموضوع، دابا انت تعرضتي لعمليه اعتداء من طرف هذا الشخص. ملي مشيتي ديكلاريتي ورجعتي، علاش تي رجعتي عنده؟ واش تي قضيتي معاه واحد المده زمنيه ولا شنو؟ كنتي باغا تسكني معاه على اساس انك مزوجه ولا امو وراجل اختو من قالوا لي غتجلسي معاه هنا تيدير معاك الحل، وعدوك بالوراق زعما. تيدير معاك الوراق، وهذيك الوقت غادي يدير معاك العقد. انا ما باغي لا عقد لا والو، انا كنتسنى غير الشهر نتخلص ونمشي نكري. ولكن المشكل مني لقيت ان القانون ما خادش لي حقي في مره، ولا هو كيستفزني كيقول لي وانت مشيتي عند البوليس صورتي عجبك، دابا بركي ما عجبكش سيري وغادا تمشي تنعسي في الزنقه، غادا تنعسي في الزنقه، كتفضلي انك تنعسي في ديك البراكه في ديك السده عند مو، يعني غادا تنعسي في الزنقه غتعرضي للاعتداء اكثر من هذاك الاعتداء. انت قررتي باش تعيشي معاه؟ في ديك البراكه، ولكن كانت اختو راجل اختو، وخصوصا راجل اختو كان كيجري على دوك الوراق باش يكاتبني معاه. ما كايناش حتى 15 يوم لقيت راسي حامله، انا ما عرفتش شنو هو الحمل،
تلقيت راسي كندوخ وداكشي. مني داتني اختي عند الطبيبه قالت لي راكي حامله. انت كنتي صغيره ما كنتيش ضامنه هاد الحياه غد تردك من البنت للمراه في ظرف صغير. ما عمرني تخيلت انني غدا نعيش هاد المصير كامل. ما عمرني تخيلته ما عمرني تخيلته. صافي كحالت لي الدنيا في عينيا. وليت تسنيت داك الشهر غير تخلصت. بغيت نمشي في حالتي. مشيت نهبط عاد السمسار تنقلب على الكرة. مشيت تنقلب على الكرة رجعت لقيت وشفر لي دوك الفلوس اللي تخلصت بهم. داك الجوا كله هزوا لي انا مخليها في الدار. وليت كان وليت كلي كان ترعد كنقول لي عطيني اشنا هما فلوسك فلوسك فلوسك. وكتولي تقولي لي عطيني 20,000 باش نخلص بيت وما راهم فلوسك ديولك. وداليت من التليفون داليا عمات لي مهمات لي الدنيا. صافي ما بقيتش كنشوف القدام. وليت كنقول يا ربي واش هادشي اللي كيدوز عليا واش هادشي. انا ما انا هادشي راه بزاف. كنشوف الحقره والظلم والاعتداء. وليتي باغا غير تستري راسك. وليت كنقول يا ربي غيصوب معايا شي ورقه قبل ما يعيقوا بيا دارنا. يا ربي وانا لقيت راسي حامله كيفاش غدا ندير كيفاش. صافي ما بقيتش عارفه شنو غدا ندير. هادشي كله داز عليك وعائلتك باقي ما في اخبارهم والو. ما في اخبارهم والو لان الصدمه هي العائله ديالي الوالده ديالي. النهار اللي غيعيطوا عليها البوليس غيقولوا لها واش هي ماما تحسنا راه بنتك راها مشدوده على الضرب بالنار هبطي عندنا. ما عاودتش لينا هاد الواقعه ديال الضرب. لان مني جيت ولقيتو سكران سكر بدوك الفلوس ديالي. بس سكر بدوك الفلوس انا كنمشيت كنقلب على الكرا سكر بالفلوس ديالي. وليت كنطلب فيه كنقول ليه خليني غندخل. مخلانيش ندخل. قال لي غتباتي تم في الزنقه. وقال سبو الدريات قال لي باش تعلمي طلعي الدردكي علينا. طلعي قال لي الدردكي علينا غتجلسي تم. وبركت حدا الباب. مني حسيت بالحقره وبالظلم. من بعد اخويا مني حركت الدار مشيت عند البوليس برجلي. قلت لهم انا اللي حركت دوك التصاور ودوك الحوايج في ديك الدار وراه تحرقات ديك البراكه كامله. هي ماشي دار هي غير براكه وكلها كاع كلها كانت حالتها ولات محسوبه عليا دار. من بعد ولات محسوبه عليا انا ديك راه دار. ما بقاوش كيشوفوا ما داك ديالك انت انك ضعتي ولا هادي. لا عمروا لي محضر وقال لي واحد البوليسي عمرها تنسى ليا سيري بنيتي ديتيها جنايات. يعني هاد الشيء راه طرا في ظرف شهر. شهر كنتي بنت وليتي امراه وليتي في الحبس وجنايات. ما بقيتش واعيه شنو كندير. ما بقيتش كنهضر وما بقيتش كنقدر ناكل. ومني دخلت لذاك الحبس كيبان ليا عالم اخر. ما عمرني حلمت غادي نكون في هذيك البلاصه. ما وعيتش والناس كيصبروني وكيقولوا لي لا راه ما غيعطيوكش العقوبه. واخا العقوبه كتشوفها ديال الضرب بالنار فيها بزاف راه انت عندك اسباب وعندك دوافع وعندك هادي وعندك ما صافي. من تما بديت بداو كياجلوني الجنايات تياجلوهم. من تما بداو كياجلوني. من تما بديت كنمرض. صافي بديت كنحس براسي النفسيه ديالي صافي بدات كتمرض. ما علينا انك حامله. صافي بديت كنمرض لان كان كياجلني بست شهور. عاد كيعاود يشوف فيا ما كيبغيش يشوف. كيش كيشوف الدوسي كيقول لي صافي تاجل خا تمشي في شهر ربعه ياجلك هو حتى لشهر تسعود. كيقول لك صافي تمشي حتى جوج تاجيلات. مشيت والده وولدي ولا ولدي تيحبوا. ولتي داخل السجن. ولت داخل السجن وباقا ما تحكمتش. صافي بديت كنمرض لان كنكون جالسه كتجي عندي موظفه في الليل. كتجي عندي الموظفه في الليل شنو قالت لي؟ قالت لي حسنه. قالت لي حسنه. قلت لها نعم. قالت لي ما عمرني عرفتك علاش مشدوده. قلت لها على اضرام النار. وهي تقول لي بنتي غتاخذي واحد 10 سنين ولا 15 عام هي القليله في حقك. انا تخيل شنو هو الانسان ما عارفش راسو فوقاش غيتحكم ولا بشحال غيتحكم ولا فوقاش غادي يخرج. وغيجي شي واحد وغيقول لك ان راه عندك واحد القدر ديال السجن غادي تبقى فيه. صافي من تما جاني انهيار عصابي. جاني انهيار عصابي وبقيت كنغوت ودرت زيف وتعلقت في الشرشم. مشاو الموظفات تيجريو جابوا واحد الساروت هو اللي تيحلو به في الليل. حلوا عليا وقطعوا لي داك الزيف. تسخفت بعد ما الهموم كلها تراكمت عليك قررتي انتحر.
قلت مادام جات عندي السيده وقالت لي غنبقى 10 سنين كامله في الحبس، وانا كنت انا اللي مظلومه وليت انا اللي ظالمه، انا اللي غادي ندوز هاد 10 سنين ولا 15 عام، وهو خرج دوز غير فساد وما تحاكمش على الاغتصاب وخرج، وانا باقا في الحبس وغناخد عقوبه كثيره، وانا اللي كنت انا اللي مظلومه وليت من بعد وليت انا اللي ظالمه. وليت كنفكر في الموت، وفي بعض اللحظات وليت كنفكر نقتل ولدي باش يحكموني، حيت داك الجنايات كتسطي. ان الانسان ما كيعرفش راسو فوقاش غادي يتحكم وفوقاش غادي يخرج، كيبدا يتسطى وكيبدا يمرض. تما حسيت براسي بديت كنتسطى، ما بقيتش نورمال، صافي بديت كنحماق. عامين وسبع شهور هذيك بقات عندهم فابور، لان من كثرة التاجيل نهار اللي حكموا عليا لقيت راسي تحاكمت بسنتين ديال السجن، سبع شهور هذيك بقات غير مما قال حكاش مما قادنش. لا تحكمت ومني حكموا عليا بالسورسي، وسبع شهور هذيك دايزه غير بقات عندهم، ولكن ما خرجت من داك السجن تلقيت راسي صافي بديت كنحماق. بديت كنقول لهم عطيوني الدواء ديال العصب ما كيبغيوش، كنقول لهم بغيت نتحكم ما كيبغيوش، كنقول لهم عطيوني الدواء كيقول لي لا عندك دري صغير، لدرجه بقاو كيقولوا لي عندك دري صغير عندك دري صغير. حليت القادوس ولحت فيه الدري الصغير. الدري اللي ولات تلحشي في قادوس شحال عنده تقريبا من عام؟ كان عنده ديك الساعه يلاه شي عام. شنو قادوس لحشي؟ قادوس ديالنا ديال الحبس لحتو، قلت لهم يلاه ها هو الدري ها هو لحتو وعطيوني الدواء، راني تسطيت ما بقيتش هزوه خطفوه عتقوه داوه بدلوا ليه وكل شيء، وما بغاوش يعطيوني الدواء. حدهم الحل الوحيد اللي ولاو كيديروا، صراحه ما نساش خيرهم حتى هما، الحل الوحيد مساك اللي ولاو كيديروا مابقاوش كيسدوا عليا، في مره البيت مابقاش كيتسد عليا، كيخليوني نبقى خارجه ونمشي عند هادو نهضر معاهم، ونمشي عند هادو الكريه ونبقى ندوي مع هادي وندوي. وليت كنهضر بزاف ديك الساعه صافي باش ننسى، ما ندخل داك البيت حتى لوحده الليل عاد كيسدوا عليا. علاش هما مساكن غير كيتعاطفوا معايا؟ لان الاستاذه المديره ديال المؤسسه كتقول لهم غير تعاطفوا معانا، انني شايفه الدوسي ديالها راه النهار اللي غتحكم، يا مسكينه كانت متوقعه غنتحكم شي حكام خايب، كتقول لي النهار اللي غتحكم غادا دير شي حاجه في راسها، ولكن النهار اللي تحكمت الحمد لله ما كانش الحكم كيف ما انا كنت متخيلاه. انا النهار اللي تحكمت النهار اللي خرجت عاده خرجت ثاني العذاب اخر اكثر من العذاب الاول. خرجت ضيخه ما عرفتش فين غنمشي، خرجت لقيت هذاك السيد كيتسناني حدا الباب ديال السجن. هذاك السيد اللي انا اللي ولا بات ولدي ديك الساعه اللي كان اختصبك، خرجتي من الحبس لقيتي قدام الباب، سناني حدا الباب ديال السجن. انا مخرجه معايا ديك الساعه 50 درهم في جيبي، غنشد بها طاكسي فين غنمشي؟ ما عرفتش فين غنمشي، دارنا في برشيد ما عرفتش فين غنمشي. واحد السيده طلباتني وعنقاتني وقالت لي يا بنتي غير سيري معاه، غير ضمني فين تباتي الليله، ضمني فين تباتي الليله، ما تباتيش تي واد الولد في الزنقه، والصباح هاك يا 100 درهم، والصباح بنتي هزي ولدك وسيري لداركم. وهذاك الشيء اللي درت، مشيت بنت مع مو. هادشي كله اللي دار فيك حسنا تعاودتي تقشي فيه وقدرتي تمشي؟ انسانه خارجه من السجن مع الوحدات الليل، تحكمات حتى الوحدات الليل، خرجت هي وليد يلاه عنده عام، فين غادا تمشي؟ فين غادا تمشي في الوحدات الليل؟ الاهل ديالك واش مشي في درايه في هذا الموضوع؟ ما عارفينش كيفاش غتخرجي ولا ديالي مسكينه هي اللي عارفه. انا براسي ما كنتش عارفه راسي امتىش غادي نخرج، لان الجنايات هذا هو القانون ديالها. الليله اللي كتحكمي فيها لقيتي راسك مكمله ما كيخرجوك، لانني انا طلبت الموظفه قلت لها خليني نبات في السجن حتى الصباح ونخرج، قالت لي ممنوع علينا تباتي لداخل. قلت لي نبات غير في البوست، قالت لي ممنوع تباتي في البوست، هتخرجي علينا هتخرجي برا ما عندكش حق تزيدي دقيقه هنا في السجن. او خرجت في الوحده الليل، في الوحده الليل خرجت، انا ما ثقتش فيه، بالعكس ديك الساعه كان عندي واحد الكره خايب، كنت كنكرهه. وحدو داني عند مو واختو، كانوا ديك الساعه في الهراويين بت عندهم، ولكن الصباح هزيت ولدي كلشي باقي ناعس، وليت بحال داك الانسان اللي كيجري وما كيشوفش وراه، كيجري كيف ما كنقولوا وما كيتلافتش. مشيت كنجري، مشيت لدارنا اكثر من سيمانه وانا في دارنا، وفاش كنفيق في الصباح كنقول واش باقا غادا نشوف ديك الكريه قدامي،
ملي كنشوف غير الباب ديال البيت كترجع فيا الروح، ولكن تدارنا ما رحمونيش. جا عندي خويا وعطاني نفطر. صراحة المرأة محقورة بزاف. جا عندي خويا وعطاني نفطر وقال لي حسنك دينام، قال لي الدري يصلح لي يعيش مع مو وباه، ما يصلحش لي يعيش مع مو بوحدها. قلت يا خويا راه غنخليه مع امي وغادا نمشي نخدم. قال لي هذيك اخر حاجه تفكري فيها ديريها، هي تخلي لينا ولدك وتمشي تخدمي. اش بغيتي يبداو يقولوا علينا راه حباسه، ومن بعد يقولوا علينا راها ولات ما مزياناش، لان اللي غتمشي تخدم هو عنده هو راه ما مزياناش. قال لي انا دابا هضرت معاك بيني وبينك، اخويا كان طاغي عليا، خويا كان قبيح، وشحال من مره ضربني وشحال من مره تعدى عليا. خوك دابا على هضره الناس قدر يخرجك انت من الدار على بعض الناس. حنش فيا انا، ما حنش فيا انا اللي اختو، ما عارفنيش انا اللي اختو، والوالدين وافقوه الراي. كما كنقولوا خمم الناس وما خممش لك انت. الوالدين ما كيقدروش حيت عزيز عليهم، ما قدروش يخسروا لي خاطرو، ما قدروش يخسروا لي خاطرو. قالوا صافي. قالت لي الوالده سكتات، الوالد قال لي بصح بنتي البنت هي اللي خاصها تكون مع راجلها. قلت لي ما دار ماشي راجلي اين هام. قلت لي مرديتوه راجلي، انا ماشي راجلي هاد السيد. قلت لها انت يا امي انت انا نخلي عندك ولدي وانا غادي نمشي نخدم. قالت لي لا باقي عندك السورسي، نسيتي السورسي اللي عندك، راه عندك عام سورسي. العائله ديالك اللي قلتي غتحشاضناك وغتبدلك الحياه، ما هو اسوء ما هو احسن، كانوا ضد ديالك. هما خرجوا عليا، هما كملوا عليا، كون شدوني في ذاك الوقت ما كنتش غنوصل انا لهذا المرض كامل اللي وصلت ليه. كانوا كيمشيو، كانوا كي اضطريت انني نهز ولدي. عيطات لي اختو، اضطريت انني نهز ولدي ومشي عند اختو باش نصاوب لولدي وراقيه. وبصح صوبت لولدي وراقيه باش يكون عند ولدي اسم، ما يكونش ولدي يعني ولد السجن ولد ما عندوش اسم. هذه شويه صعيبه يعني. صوبت لولدي وراقيه، صوبت انا يا وراقيه مع داك السيد، وبقيت خدامه دازت المدة. السيد امو الله يرحمها مسكينه هي اللي كانت كتقول لي يا بنتي راه كيما جالساش معايا، جالسه معايا انا عارفه ولدي تعدى عليك، الله يرحمها، انا عارفه ولدي تعدى عليك، ولكن بقاي معايا، نحسي حدايا، بركي حدايا، كولي معايا، شربي معايا. بقيت معاها. السيد الشيطان في صفه انسان شنو دار؟ ولا كيصلي، ولا كيمتقي. قال لك الله حيت شراب حيت كل شيء، دار صدقة صافي. إن الله غفور رحيم، كيعرف إن الله غفور رحيم، كيعرفه ما كيعرفش أن الله غفور رحيم وشديد العقاب، هذه ما كيعرفهاش. كتشوف حتى العائلة اللي خاصة تساندك ما كيناش، حتى والديك اللي خصهم يكونوا في كتافك ما عندكش. لقيت راسي حاملة بنية أخرى الله يرحمها، وهذا غير عرفني حملت بديك البنية آية الله يرحمها. السيد وي رجع تاني للشراب، حملتي منه هو نيش؟ رجع إلى أن صافي تجوجتي بيه، كتبتي معاه العقد وكل شيء، رجع تاني للشراب. ولات ديك البنية ماتت النهار اللي ماتت البنية، لأن أنا هذاك السيد كنت ماشي كنكرهو، ما نقدرش نوصف لك الكره اللي كنكرهو بيه. الحمد لله ماتت ديك البنية، صافي. داك النهار مشيت ديت لولدي عند الوالدة وصافي مشيت خدمت. قلت لها الوالدة شبان جد كيفاش ماتت البنية ديالك؟ ماتت مسكينة موتة ديال الله، عدى 4 شهور ماتت. صافي قلت صافي انا مني ماتت البنية صافي الوليد ديته للوالدة حطيته ليها. قلت لها انت يا مهمتي انت شدي لي ولدي انا غادي نمشي نخدم. صافي جدات لي ولدي مشيت خدمت، وخا خدامة وخا كتصرفي واخا كتصيري، ولكن كتسمعي في الهضرة وكتسمعي في السبان وكتشوفي العين طايحة من جيتك وكتشوفي كيفاش كيتعامل مع كنشوف انا في الوالد ديالي كيفاش كيتعامل مع خويا، رغم انني انا تقديت خويا داك النهار جا من المحمدية مقدي بنفس الطريقة اللي مقدية بها انا ما تسوقوش ليا. هادو قال لي بنتي هاد الخدمة ما عندنا ما نديرو بها، يعني كيسمع على خويا باش خويا انا يدور فيا ويقول لي دوزي تجلسي ورجعي لراجلك. وجلست في دارنا تقربت نكمل عام صافي وارتحيت،
بديت كنتعايش مع الامر، بقيت كنشرب الدواء ديال الاعصاب صافي وليت بخير. واحد النهار هما يجيو عندي عائلته كامله وانا في الخدمه، والديا من كثرت ما كيحشموا من الناس، ما كيقولوش لي بنتنا خدامه، ما كيراعيوش هما لبنتهم، ما كيقولوش بنتنا خدامه، لا كيقولوا الناس راه صافي مشات تقضي على شي غرض، مشات تجيب غير شي دواء ولا كاينه لداخل ما بغاش تخرج. هذاك النهار ملي جاوا عائلته قالوا ليهم راه مشات غير عند جداها وغادا تجي. ملي جيت في العشيه من الخدمه لقيت راك عارف ملي كتجي وكتلقى دوك العينين طايحين من جهتك، انت داخله ولدك تيتنهزر قدامك والعينين طايحين من جهتك. كنبقيت غير ومازال راني كنصرف وخدامه، يعني راه قربت نكمل عام وانا معاهم، وهي تقول لي وا رجاء وبنتي لويساتك وعدوزك الله يرحمها رجاو راه قالوا لك ترجعي. قلت لها ميمتي فين غنرجع، ما هديش فين غنرجع. ويقول لي الوالد قال لي لا لا بنتي حنا ما عندناش الدريه في العائله اللي كتطلق. قلت لهم راكم كتخرجوا عليا بحال هكا، راكم قلت لهم انتم صبروا عليا نلقى غير حضانه لولدي وغنمشي نكري بيت وما نبقاش معاكم، والله ما نبقى معاكم. قال لي الوالد السخط هرده الى كريتي. قلت ليه الوالد راك انت بحال هكا راك كتدمر ليا في حياتي، وخلاك الله حتى دازت واحد العامين ولاو كيشوفوني غدا وكنمرض صافي، بدا كيجيني اكتئاب لان السيد كل نهار شراب كل نهار حيحه كل نهار مدخل لك 4-5 كيسكروا معاه، الشراب كيدفق لك فوق الفراش كيوسخوا لك في الدنيا ولا عرفتي ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لك داكشي اللي خاصو يدار في الطواليت كيدار لك اخويا فوق الفراش ديالك. وكنقول ما كاين باس نصبر لان ما صافي صافي صافي. ومن بعد جاني انهيار عصبي خيب حسن. بعد ما داز لك هادشي كله عذاب في عذاب في عذاب حسنا دابا فين عايشه؟ فين مستقره؟ شكون خدام عليها دابا؟ هاد 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 الصالون عايشه فيه انا كاريه دابا، هاد الصالون كاريه هاد الصالون ما بقاتش عندي، ولا جاني اكتئاب حاد مؤخرا، ولا عندي اكتئاب خيب، وليت كنشرب الدواء ديال الاكتئاب ما بقاش، ما وليت كنسى، بديت كنمرض وليت كنسى، ما بقيتش كنقدر نركز حتى في هذيك الخياطه، ما بقيتش كنقدر ندير شي حاجه وننسى حاجه اخرى صافي. ولات دابا حاليا ولات عندي الدنيا محدوده، وليت كنتمنى الموت، وليت كنتمنى الموت وكنطلب الله كنقول يا ربي نحط راسي على المخده وفي الصباح ما نصبحش. ولات دابا ابسط حاجه كتضرني، ابسط حاجه ضرني، مابقاش عندي ديك الطاقه باش نتحمل، ومابقاش عندي الجهد، انا مابقاش عندي الجهد باش نربي ولدي، مابقاش عندي الجهد صافي عيت. حسنا الحمد لله حنايا المغاربه وجل المغاربه غيحاولوا يتعاونوا معاك وغتحس بهم العائله الجديده ديالك، العائله اللي غتوقف معاك. حسنا شنو الرساله اللي غتوجهي لجل المغاربه؟ حسنا ما عرفتش شنو غنقول، وحق الله انا واحد الانسان عيات من الدنيا، عيت انا واحد الانسان اللي بغيت غير نتشافى في داك الضر اللي عندي لداخل. الحلم ديالي هو نتعالج من هاد الاكتئاب، وما نبغي حتى شي واحد وحتى شي وحده يدوزو من الظروف اللي دز منها، لانه واخا نعيا ما نهضر ما نقدرش نوصل لكم الضر اللي كيكون لداخل، لان الضرر اللي كاين لداخل صعيب صعيب باش توصلو، صعيب وصعيب بزاف صعيب بزاف، لان اكثر مرض تيقهر هو الاكتئاب، لان الاكتئاب صعيب صعيب بزاف. انا امنيتي دابا هي نصح ونولي بخير، ما بقاش عندي هذا المرض في الداخل ديالي، واخا مشى ليا كلشي، واخا داز عليا العذاب كامل، أمنيتي هي نتعالج. كنطلب من الناس اللي في استطاعته يعاونني بأي حاجة. أنا الدواء ما بقيتش كنقدر نشريه ديال الاكتئاب غالي، أنا
دابا حاليا ولات كتبان ليا انتحار. كنقول نقدر نبقى دابا يومين بلا ماكله بلا والو، كنقول صافي ديك في الاخر غدا نموت، كنقول صافي لا الا تقاضى الامر غدا نموت. شوفي حسنا انت مازال شابه ومازال باقي كما كنقولوا باقي قدامك الخير، باقي الدنيا مفتوحه قدامك، وانت دابا جيتي عند العائله الجديده ديالك اللي هما المغاربه، ووجهتي لهم رساله اللي يعاونوك ماديا ومعنويا. حسنا كنشكروك على القصة المأساوي اللي عشتي وسرتيها لجوج المغاربة بالقلب المفتوح ديالك. كنتمناهم جوج المغاربة يعاونوا حسناء لا ماديا لا معنويا، وغنحطوا الرقم ديالك ان شاء الله وغيكون خير بكبير حسناء. شكرا على